السلام عليكم، كيف انتم؟ كنتمنى كامل بكم تكونوا على خير وبخير. اليوم جبنا لكم فيلا في حق متخفية على انها شقة. لابارتمون اللي جابت لكم افي طونج اليوم كتواجد في كاستيا، فيها 300 متر، جات في الطابق السابع. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش كاستيا فين جات بالضبط، جات قريبه من الطريق ديال الجيش الملكي او يسمى طريق الرباط، قريبه من كاستيا، قريبه من كاسابراتا، قريبه من شارع فاس، وقريبه من مبروك. كما قال لكم هندا فيها 300 متر، ثلاثه ديال البارتمانات فتحهم لهم على بعضياتهم ودار لهم ديزاين ديال الفيلات. يلاه اكتشفوهم جميعا. مع الدخله ديال لابارتمون كنكتشفوا بان الستيل ديال الشقه ديال اليوم ستيل اللي هو قديم وعاد بحال اللي دخل لشي قصر فرنسي. هنايا لابارتمون الاولى هنايا اختار انها يعملها بارتي بريفي ديال الجلسه ديال مالين الدار. فكروا المشاهدين ان لابارتمون كتقسم على ثلاثه ديال لابارتمون، كاينه الجهه اليمنيه اللي هي دخلنا لها دابا، كاينه الجهه الوسطانيه اللي فيها الصالون وصالا مونجي، وكاين الجهه الثالثه اللي فيها لي شومبر كوشي والحمام ديالهم. فيها ثلاثه ديال الواجهات، الواجهه الاولى هي هذه عندها خمسه ديال الطيقان اللي كتشرق فيهم الشمس، الواجهه الوسطانيه، وعاد الواجهه الثالثه اللي فيها ثمانيه طيقان اللي كتغرب فيهم الشمس، يعني افاقتهم مشمسه 100%. عاد هنا كيف ما قلت لكم فاطمه زهراء، مع الدخله ديال هذا لابارتمون الاولى عامل فيها هذا النوعيه ديال الصالون، وراها باش نذكروا المشاهدين كتبع بالفراش. بالحق ماشي الفراش كامل، يعني الحاجه اللي غادي يهزها من لابارتمون غادي نذكروها في الفيديو، غادي نديطاي لكم بزاف. هي ما كتبعش خاويه؟ لا ما كتبعش خاويه، كتبع كيف ما كتشوفوها، يعني غادي يخلي لهم الفراش كادو. هي لابارتمون كتبع الثمن اللي غنذكروا في اخر الفيديو ديال الثمن ديال لابارتمون بالاصلاحات اللي عمل فيها، عمل فيها الزليج هذا، قسمها، فتحها على بعضياتها وردها شقه فيلا. وعاد هادشي كامل اللي كتشوفوا لا من ناحيه الصباغه لا من ناحيه لي فو بلافون ولا من ناحيه ديال القفص، معدل باليد. هنا ما كاين حتى شي حاجه كتجي واجده وكتركب، كاع اللي كتشوفوه معدل باليد وعلى الذوق ديال مول لابارتمون. وي هنايا الصالونات كيف ما كديطي لكم فاتي اختار انه يعمل جوج ديال الصالونات، واحد بالكنابي وواحد بالكتاره، هادو خلاهم قرابي للكوزينه، بحال بيت كلاس، واحد لسباس اللي نجلسوا فيه غير العائله. هنا على ما شفت بان هاد لابارتمون فيها تقريبا ثلاثه ديال بيوتا دي كلاس، عاد صالا مونجي، عاد تقريبا فيها ستيل ديال لاكويزين ستيل امريكان، والطريقه اللي سيبارا بها الصالونات جات طريقه غزاله بزاف، بحكم ان عمل سريات في الوسط وخلى جوج جوايا من ناحيه الباب ولا من ناحيه الطاقه، بحال سيباراسيون يعني كيطلل على بعضه. وي هاد لا فيترين تاعي هو اللي عملها على الخشب، على الخشب الصحيح ديال المغرب ديال العود، بعود الشوك، وعمل فيها حتى شوميني. هنا بترينا كيف ما كتشوفها بترينا كبيره اللي غادي تهز لكم القشع ديالكم، ولكن هو كيبيع بترينا خاويه، يعني هادشي اللي كتشوفوا فوق من الداخل راه غايديه كاع البترينات اللي كاين في لابارتمون اللي في وسط منهم غادي يديه. غتبقى المشمله يعني الحاجه الكبيره راه كتبقى. وهنايا كاين الصالون الثالث اللي فيه حتى هو الكنابي المفضل عند صاحب الشقه. وي هنا تقريبا جا ستيل شتوي، وعاد ديك بحال الاكواخ الخشبيه عرفتيهم اللي كيكونوا في الغابات، اللي كيكونوا يعني ستيل بزاف وكيعطي جو دافئ. وي وهاد القبص هذا راه منقوش على اليد، راه كاين فوق بلافون وعاد منقوش على اليد، يعني الحريفيه راه دوزو فيه وقت باش يخرج لنا بحال هاد القبص هذا، واختار انه يعمل اللاد داير بيد كلاس كامل. هذه اول مره كنشوفوها في شي ابارتمون، اغلبيه الافكار ديال لي ابارتمون كنشوفوا اللاد كيتواجد في السقف، يعني عموما في كاع الشقق اللاد كيتعدل اوتوماتيكمون مع السقف، مع ديكور القبص اللي كاين في السقف. انا ولي اول مره كنجبر ان اللاد في اللون الاورنج كيتواجد واجد في مع الارض، داير بالارض كيعطي بحال انه بحال العافيه شعله هيدا. يعني انا قلت لك لابارتمون هذه هاد الجهه هذه عطات جو دافئ. وي داكشي اللي كاين. وهي فاتي كديطاي لكم في هاد الميغ اللي عملناه كامل من خشب، عامل فيه التلفازه بهوم سينما ديالها، يعني واحد الاسباس غزال بزاف. عاد هنا سيبارا لا كويزين ومطعل ديال الكلاس بهاد سيباراسيون ديال الخشب ديال البوا، وعاد مسيباري يعني كيجي بحال العواد واقفين، وهذه فكره ممتازه يعني زادت عجبتني بزاف.
وها هي اخواتي كديطاي اللي كومبليت ميزين، يخسر انه يعملها من الخشب، النوعيه الممتازه من الخشب والزاج. بعد هذه النوعيه الزاج حتى هو كيتعدل باليد. النوعيه الزاج غادي تشوفوها بزاف في لابارتمون، كيتواجد في البيبان، كيتواجد تقريبا في الفيترينات، كيتواجد في الحماحم، يعني زاد جماليه للشقه ديالنا. هذا الزاج المنقوش فيه الزاج من النحاس بجوج قلنا مول لابارتمون، يعني كيتعدل 10 درهم غير من متر كاري، يعني باش تعرفوا النوعيه ديال الاشياء اللي كتواجد في الشقه. هي يعني نوعيه ذات جوده ممتازه وعاد ذات ذوق غزال بزاف. وعاد الباب اللي من وراء فاتي راه هذاك البيت ديال النشير، فيه سيفلانج وفيه حتى مطع ديال النشير. هاد المساحه ديالو كبيره، يعني ماشي مساحه ستيدوا. وهاد هي الجهه اللي كتشرق فيها الشمس. بالنسبه للكويزين ما ذكرناش انها كاع لي ماشين اللي كاينين في الكوزينه راه غيبقاو، مع عاد القشوع اللي كاين في وسط البلاكارات هذوك غيمشيو، يعني الحاجات الكبار غادي يبقاو والحاجات الصغار غادي يديهم. نفكروا اهيدا ان البيبان عمل ليهم ديال السيل هذا، يعني كاملين كوليس، كاين جوج ديال البيبان كوليس اللي كيفصلوا على كيفصلوا تخوا زابارتمون. هذه كيفصلوها على البارتي الوسطانيه، البارتي الوسطانيه كتفصل على لابارتمون اللي كاينه الثالثه، وحتى هي فيها النوعيه ديال الزاج اللي معدل بالنحاس. هيك فاطمه منظوره معدل بالنحاس وكيتقام غالي، يعني المتر كافي 10000 درهم وكامل زوا. ما بغيناش ندخلوا نوريك، هذه كنخليوها مفاجاه. هذه مفاجاه، لا تفاصيل قبل ما تدخلي لابارتي الثانيه، نوريها بانها حتى هي معدله من نفس الخشب والزاج اللي منقوش بالنحاس. والخشب اللي منقوش هذا راه منقوش على اليد، على اليد. انا قلت لكم اي حاجه كتشوفوها في وسط لابارتمون راه مخدومه باليد، ما كاينش ديك شري وركب، ما كاينش ديك الحاجه اللي غنجيبوها واجده وغيلصقها. هو حتى هاد القبص اللي كتشوفوه في السقف اللي معدل في دور راه معدل باليد، وهو اللي اختار الزواقه، يعني هاد الزواقه راه ما كايناش في السوق، هو اللي مختارعها. داكشي اللي كاين هنايا اختار انه يعمل بلاكار ديال الصوابط، وفيه جوج سخانات ديال الضوء اللي كيسخنوا الماء ديال الدار كامله. الدار كامله كيغلب عليها واحد الذوق كلاسيكي، بحال انا قلت لكم بحال القصور الفرنسيه القديمه، بحال الشونزيليزي، بحال دوك القصور الايطاليه، يعني بزاف ستيل قديم، ولكن جا مزيان حيت عرف يختار ما بين الالوان ويبدع ما بين الفراش والالوان ديال الفراش. هنا كنلقاو الحمام الاولاني ديال لا شومبر الاولانيه اللي حتى هو بالجاكوزي لافابو ديالو، فيه هاد النوعيه هذا ديال التزليج، حمام راقي ورائع. وما نساوش ان فيه حتى الساونا، الساونا اللي فيها الموسيقى ديالو، ماشي في هاد الحمام، في الحمام اخر ديال لا شومبر برينسيبال اللي باقي هنا كتحرق لنا يعني ماشي هاد الحمام اللي فيه الساونا، الساونا كتواجد في السويت. ويو هذا عاود الحمام الثاني ديال لا شومبر الثانيه، يعني هنا كاينين جوج ديال لا شومبر، كل واحد عنده حمام، وعاد كاينه لا شومبر برينسيبال ديال الحمام الثالث خاصه تقريبا حماحم هادو بجوج عندهم نفس الستيل. وي حتى هذا بالجاكوزي بلافابو ديالو، هذا عاود خاص بهاد لا شومبر هادي، هاد لا شومبر هادي اللي هي ديال الابنه ديالو ما كاينلاش، يعني ما عندناش السرج ديالو، مي نفس الصاله ديالها بحالها بحال هاد لا شومبر هادي. باش شنو هادي كبيره وفيها مليوجا اونكاستخي في وسط الحيط، وعاد فيه تقريبا 6 البيبان، فيه مرايات على برا، وعاد السقف ديالو تقريبا بحال هاد لا شومبر هادي اللي غادي نشوفها، حتى هي فيها فو بلافون وفيها واحد الديكور مزيون في الزرق اللي كيدل. انا حندخلوا لا شومبر اخرى تشوفوا الديكور ديال السقف. السقف قالنا راه بحالو بحال لا شومبر هادي اللي معنا السرف ديالها، شومبر حتى هي راه عندها الماريو وحتى هي كبيره، غير هادي كنظن قالنا كبر من هادي، زايده في الكبريه على هاد المساحه ديال هاد لا شومبر هادي. وي هاديك اخرى زايده المساحه، نعمل جوج ديال الكيمان بحق، زعما ماشي ضروري تقيدوا بهاد الفصاله في الناحيه ديال البيوت ديال النعاس، تقدروا انتم مثلا تعملوا دو لي سيبر بوزي او الاربعه على حساب شحال عندكم ديال العواول، ولا كانت عندكم بنيته وحده راه تعملوا كاما وحده كبيره. وي قلت لي القبص بحالو بحال قلنا بحالو بحال وي ديزاين جديد، يعني انا اول مره كنشوفه في وسط لابارتمون، جا بحال حوض، حوض يعني فيه سحاب فيه نجومه. القبص ديال لا شومبر حتى لي سبوت اللي اختار في السقف، يعني كي بحال اللي فيهم ديك اللعيبات ديال النجوم، ستيتو مزيونين مزيونه بزاف بحال اللي كتشوف في السما. هادي تصلح لي عاود صغار صراحه، تصلح لي حتى حنا البنات راه كيعجبنا هادشي. وكيف ما قلنا حتى هي فيها ماريو كبير، ديجا وراتو ليكم فاتي، والتقان كاملين راه دوبل فيتراج، يعني ما كيسمعوش الصداع على برا. وكاينين جوج ديال التقان، جوج الواله والتقان التانيين عاد الحديد، كاملين بشبابك ديال الحديد.
هنايا غندخلوا لا شومبر برينسيبال سويت 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 بما ان فيها مطع ديال الكلاس وفيها الحمام ديالها. يعني هذا هو اللي قلتي هذا اللي كتشوفوا هو فوي دوغ، هذا هو جايبو من ايطاليا وي، يعني مغلف به القبس كامل اللي كاين في لابارتمون كامله. يعني ابارتمون صراحه الله خاسر عليه، لابارتمون كامله مكموله ما عندك ما تصلح فيها. يعني انا نقول لك نقدر نقول عليها لوحه تشكيليه. وي هاد لا شومبر هادي كامله غتبقى بالفراش كامل؟ لا، هاد لا شومبر هادي يبقى فيها غير الفراش ديال النعاس والتريات، هاد الفراش ديال الكلاس غيزول، هاد القنصله غادي تبقى بالحق، هاد لي زوبجي الصغار غيديهم بيانو بيرسونيل ديالو. حتى بيانو غيدي طبعا، الحاجه ملي كتكون عزيزه على قلبك ضروري يديها. وهنا كاينه الفراش الملكي اللي كيف ما كتشوفوا حتى هو عمل انه يختار انه يدور داك الليل ديال العافيه اللي كيف ما قلتي فكره غزاله. عاد الالوان اللي عمل ما بين الحمر والصفر جا بحال الستيل ديال التياترو. وي يعني ستيل في كيعملوا الاوبرا، يعني ستيل مزيون بزاف مزيون بزاف. عاد لا شومبر جات كبيره، يعني تقريبا فيها دو شومبر غير هو فاتحهم على بعضهم، عمل موطا ديال الكلاص، عمل موطا ديال النعاس. شوف الكاما المساحه ديال الجناب ديالها شحال كبارين، داكشي اللي كاين حتى الكوكيتات راه كبارين، يعني الحال من كبير صراحه الله. وباقي لي سباس وخلى لي سباس فين عمل هنايا قبيله بالكنابي بالكريسات ديالها. هي غير لا شومبر بوحدها فيها ثلاثه ديال الطيقان اللي كيطلعوا على الشارع الرئيسي. وي وهنايا كاين دريسينغ مع الحمام الخاص به، ندخلوا الدريسينغ هو الاولاني. نشعل لكم الضوء باش تشوفوا الديزاين ديال الدريسينغ اللي تاو المساحه ديالو كافيه اللي تهز الحوايج واللي عمل فيه بلاكارات، عمل فيه كاع لي زاكسيسوار اللي كيحتاج فيها. يعني هنا دريسينغ كافيه لا شومبر قد هذه، مدور بالخشب حتى السقف كلشي خشب، كلشي خشب، وحتى الارض عمل لها هاد النوعيه ديال الزليج اللي جا في غايه الابداع، لون واحد التزم به في الزليج في لابارتمون كامله. وي كتشوف فيه انعكاس ديال السقف وكتشوف فيه انعكاس ديال الفراش اللي كاين في لابارتمون. وعاد هنا كاين الحمام الثالث، هذا هو الحمام اللي فيه الصونه، هذا هو الحمام اللي وفيه الموسيقى وفيه الصونه والموسيقى. الحمام الرابع حيت كاين باقي الدولاني اللي ما شفناش مع الصالات، هذا هو الحمام الرابع في لابارتمون. حتى هو عنده ستيل كلاسيكي، حتى هو الزليج ديالو بنفس الزليج ديال الارض. على ما لاحظت ان هاد لابارتمون هادي ما فيهاش نهائيا الزرابي. وي حيت هاد الزليج هذا تبارك الله زليج غزال، قال لك سخون في الشتوى وما فيهاش مره، عام كامل زليج مرايا. هاد ما كيبينش الدار خاويه، يعني كيبين الدار عامره في غنى على الزرابي، الزرابي ما عندهم ما يزيدوا غير يزيدوها بانها مشرجه وصافي. هي خاصك كدي طي ليهم في الصونه اللي فيها الموسيقى، وهذه يعني غادي تغني انك ما تمشي لا للحمام الزنقه لا للسبا لا لوالو، يعني هاي الصونه عندك في الدار. انا قلت لكم لابارتمون كامله مكموله، ما عندكم ما تصلحوا فيها، ما عندكم ما تزيدوا فيها، غادي تشريوها تجيبوا من الفتحات ديالكم وتدخلوا تسكنوا فيها. داكشي اللي كاين، وشقه طنجاويه عائليه بامتياز واخر ما كاين. دابا نمشيو باش نشوفوا البارتي الرئيسيه اللي كاينه في هذه الشقه. نذكروا الناس فين جات هند، جات في كاستيا. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش كاستيا فين جات بالضبط، جات قريبه من شارع الجيش الملكي، قريبه من شارع فاس، قريبه من ساحه المدينه، قريبه من شارع مولاي يوسف، وقريبه من كاسابراتا. فيها 300 متر، جات في الايطاج السابع، العماره فيها جوج ديال ليزاسانسور ماشي واحد، وجات فيها ثلاثه بالواجهات، خمسه ديال الطيقان في الواجهه الاولى اللي كتشرب فيهم الشمس، وثلاثه في الوسط ديال الصالات، وعاد 8 ديال الطاقات في الفاصاد الثالثه اللي كتغرب فيهم الشمس. العماره فيها كاميرا سيرفيونس، السنديك والعساس ديالها. وهنايا كنلقاو هاد لابارتي اللي فيها صالا مونجي ب 8 ديال الكراسه، هادي غير ديال الضيف حيت كاينه ديجا صالا مونجي، كاين ديجا هادو هما ما كيجلسوش فيها كيخليوها الضيف. وهاد لا فيترينا هنا غتبقى، هاد الفيترينا طبعا غادي تبقى، راه حتى هي من نفس النوعيه ديال الخشب اللي معدل به فيترينات اخرين. غير شنو الاشياء اللي كاينين لداخل، الفيزان اللي كاينين في وسط لابارتمون، الكوادروس اللي كاينين في وسط لابارتمون غيمشيو، والتريه اللي كاينه في وسط هاد السيجور هذا حتى هي كادو من عند الاصدقاء ديالو، دونك غادي تمشي ما غتبقاش هنايا. بحق القبص غيبقى هذاك طبعا ما يقلعوش، القبص رائع بغزال، يعني اللي منقولش نقشة نقشة فيه هذا غادي يبقى. وكاين عاد هاد الكلسة هادي هنايا، وكاين هاد الحمام، هاد خاص لافابو، حمام خاص بالضياف. وي وعاد لابارتمون نذكروه ان كاملة كليمة،
يعني هاد الكليمه راه غادي تبقى. كنتما كتشوفوا فيها هاد النوعيه ديال لابابو اللي نوعيه اولد مزيونه ديال الخشب والداخل. هذه هي المساحه ديال الحمام ديالنا. هذا حمام نقولوا خاص غير بالضياف حيت جمع الصالات مع بيت الكلاس، يعني ما يكونش بريفي ديال الناس اللي حيت كاين درجه ثلاثه اخرين. هذا هو الرابع. اوي يعني هذا حمام خاص بالضياف، هما ديجا ما كيستعملوش شي. اللي باغي الحمام عند خاصه لا شومبر، كل شومبر عند الحمام ديالها. وي وي كل شومبر حدا الحمام خاص بها. وهنايا مفاجاه كبيره، الصالون اللي خاسر عليه بالمزيان. صالون مغربي 100%، يعني هذه ماشي صالون، هذا قاعة الافراح والله العظيم. المساحه ديالو كبيره. عم يهز الليج البلدي والقبص البلدي، وعاد هذه الدريه الرائعه ديال هذه اللي جات خصيصا من قلنا من اسبانيا ديال الكريستال. اسبانيا ديال الكريستال. القبص اللي عملنا خلط ما بين القبص الفاسي والفسيفيسة، يعني عمل لعب على القبص مزيان، وتا هو معدل باليد. يعني اي حاجه غتشوفوها هنايا معدله باليد، حتى هاد الزليج اللي كاين في الحيط معدل باليد. وي هذا الزليج البلدي اللي حجره صراحه الله، يعني فيه الخدمه هاد الزليج هذا. حنا دائما كنشجعوا كل ما هو تقليدي، وطبعا كل ما هو تقليدي لا يعلى عليه. وي واختار انه يفرجها بهاد السدادر والكتاره، تاهم الكتاره اللي منقوشين من لوح الشوك، يعني اللي هما كتاره صراحه الله باينين انهم غاليين. وصالون كيف ما قلت الله يلا يصلح قاعه افراح اكثر من الله. العظيم كانوا فريمون كنوجهوا تحيه للحرفيين المغاربه ديالنا، وكنشكرهم على هذا الابداع اللي كيعملوا، وتبارك الله عليهم على هذه اللوحه التشكيليه اللي عملوا في هذا الصالون هذا. وي والصالون ديالنا هو هذا، راه غادي طيط لكم الصالون غادي يبقى ياك هنا. لا الصالون ما يدي في حتى حاجه، حتى هاد الدريه الكبيره ديال كريستال اللي ما جا من اسبانيا حتى هي يخليها لكم كادو. داكشي اللي كاين لابارتمون كتباع خاويه، مي غادي يخلي فيها الفراش اللي هو كبير اساسي، غيخلي فيها غيدي غير الحوايج لي بيرسونيل ديالو واللي جاوه كادويات. هانتوما الصالون راه فيها ثلاثه الفراش، وهداك الشيء اللي كنت غنقول لك. غير الصالون يعني شوف شحال فيه من طاقه، يعني اربعه ديال الطيقان. هذا كيدل على انه مشمس، وما لاحظت ان لابارتمون فيه لا بروده لا غمو لا حتى حاجه، حيت عندنا ثلاثه ديال الواجهات وكيطلوا على الشوارع الرئيسيه. هاد لابارتمون فيها 800 متر، كنت في الايطاج السابع. العماره فيها جوج ديال ليسانسور، غنفكروا هيندا فين جات بالضبط. جات في كاستيا في طنجه. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش كاستيا فين جات بالضبط، في طنجه جات قريبه من شارع الجيش الملكي، قريبه من شارع مولاي يوسف، قريبه من ساحه المدينه، قريبه من مبروك، قريبه من شارع فاس، وقريبه حتى من كاسابلانكا. جات من هاد قريب من هادشي كامل اللي قالت لكم هيندا، وهما ثلاثه ديال لي زابارتمون مفتوحين على بعضياتهم، فيها 300 متر. الثمن ديالها هيندا شحال؟ 530 مليون سنتيم بالفراش اللي فيها. ثمن مشجع بابور الكم الهائل ديال الاصلاحات اللي دخل مول لابارتمون فيها. الثمن ديالها بالدرهم 5,300,000 درهم مغربي بالنسبه للناس اللي غادي تحولوا العمله ديالها. اذا عجبتكم هيندا ما عليكم غير تعيطوا لنا في الارقام اللي كاينين في اعلى الشاشه، حنا ان شاء الله غادي نجيبكم تفيزيتيوها. بغيتوا تسقسوا على هاد العقار ولا اي عقار كتشوفوه في القناه افيتو طونجي، ما عليكم غير تعطيو لنا الريفيرونس اللي كاين في اعلى الشاشه، سواء في التليفون سواء في الواتساب، وحنا كنعطيكم المعلومات الكامله. مرحبا، غير تواصلوا معنا وانتم طلبوا وامروا، حنايا غنلبيو الطلبات ديالكم. قلنا كلشي. الله يسهل عليكم اخوتي وخواتاتي كاملين يا ربي، تتعبنوا الديور ديالكم ويفتح لكم بيبان الرزق ويسهل لكم اللي كتمناو يا ربي. وقولوا امين ونهاركم مبروك.